دون مقابل، وذلك في الدقيقة 113 من الشوط الإضافي الثاني من تسجيل نجم بايرن ميونخ ماريو جوتزا، وذلك بعدما انتهى الشوطين الرسميين بالتعادل السلبي، لينتقل المنتخبان نحو الأشواط الإضافية، أين تمكن المنتخب الألماني بعد انطلاقة من المتألق أندري شوله الذي وزع الكرة مباشرة نحو ماريو جوتزا الذي سجل الهدف الأول والأخير في اللقاء، والذي منح به لقب كأس العالم لرابع مرة في تاريخ المانشافت، ويظفر رفقاء القائد ليونيل ميسي الذي كان غائبا في أغلب فترة اللقاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بعد مشوار مميز رغم الانتقادات العديدة التي وجهت لهم بسبب نقص الفعالية. ألمانيا إذن هي بطالة العالم 2014 وخليفة المنتخب الأسباني على عرش المنتخبات العالمية، لتتوج بذلك إنجازاتها المميزة منذ 12 عاما بوصولها في كل مرة إلى نصف النهائي أو النهائي دون الفوز باللقب. ريو دي جانيرو ابتسمت للأوروبيين هذه المرة بعدما أهدت اللقب للاتينيين في 1950 بنفس الملعب الأسطوري ماراكانا. انقضى موعد كأس العالم بالبرازيل، والموعد سيتجدد بحول الله في 2018 بروسيا.